للإجابة على هذه التساؤلات تنضم إلينا من عمان مراسلتنا آية السيد. آية أهلا بك، وتشير آخر التقديرات إلى أن عائدات السياحة في الأردن صعدت بأكثر من 125% في العشرة أشهر الأولى من هذا العام، يعني اقتربت كثيرا من 5 مليارات دولار. ما السبب برأيك؟ نعم لينا، حقيقة الأردن يعني يقوم بالعديد من الاتفاقيات والشراكات مع الدول المجاورة ومع الدول الأوروبية من أجل تنشيط السياحة، خاصة وأن الأردن يعتمد بشكل أساسي ومباشر على السياحة في دعم الاقتصاد. كما تعلمين بعد جائحة كورونا يعني كان من الضروري أن يكون هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من أجل يعني أن يكون هناك ضخ للسياح والزوار للأردن بما يتمتع به يعني من سياحة جيدة صيفا وشتاء. فالأردن هذا العام يعني عوض نستطيع القول عن الأعوام الماضية في فترة كورونا سياحيا، ولكن يأتي التأثير الآن في فترة الشتاء مع وجود فصل الشتاء. دعيني بداية أقول لك بأن الأردن قام مع الدول الأوروبية باتفاقية من أجل الطيران المنخفض التكاليف. هذه الاتفاقية كان لها دور في تنشيط السياحة بين الأردن وأوروبا من أجل التكلفة المنخفضة، ولكن تأتي المعضلة الآن بأنه سيكون مع الفترة المقبلة لن يكون هناك سياح للأردن كما السابق، وأيضا لن يذهب الأردنيون للسياحة في أوروبا خاصة في فترة يعني رأس السنة أو احتفالات رأس السنة في ظل ما تشهده من أزمات، من الأزمة الأوكرانية الروسية، أزمة الطاقة وأزمة الكهرباء. لذلك سيكون هناك بدائل للأردنيين في السفر الفترة المقبلة خاصة في فترة الشتاء، وبالتالي الأردن أيضا يعني بحسب مراقبين اقتصاديين سيكون هناك تأثير مباشر في الإحصائيات السنوية للسياحة مع فصل الشتاء. حقيقة الصيف كان جيدا جدا على الأردن، ولكن المعضلة في الشتاء سيكون هناك إحصائيات منخفضة يعني في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل في ظل ما تشهده أوروبا من أزمات، فسيكون هناك ليس من المتاح أن يأتي الزوار أو السياح الأوروبيين إلى الأردن، خاصة بأن السياحة الشتوية في الأردن تكون نشطة. يعني في الأعوام الماضية ما قبل كورونا كانت السياحة نشطة في فترة الشتاء، لكن من المتوقع بحسب مراقبين بأنها ستنخفض مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. نعم دينا. طيب سؤال سريع آية، يعني ما هو موقف شركات السياحة الأردنية لمحاولة جذب مزيد من السائحين مع وجود كل هذه الظروف؟ هل هناك برامج مثلا مخصوصة أو أي عوامل جذب أخرى لقدوم مزيد من السائحين؟ فعليا هيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع المكاتب السياحية فعلا كان هناك برامج سياحية قاموا بها في الفترات الماضية، خاصة للبواخر البحرية القادمة والتي تحط في مدينة العقبة جنوب العاصمة عمان. ولكن في فترة الشتاء سيكون من المؤكد هناك برامج ستعتمدها هيئة تنشيط السياحة من أجل رفض السياح، ليس فقط يعني من الدول الأوروبية ولكن بشكل عام. ولكن اعتاد الأردن في مثل هذا الوقت من العام أن يكون هناك تواجد للأوروبيين، خاصة بأن الأردن يتميز بمناطق تعتبر معتدلة أو دافئة شتاء، وهي تكون رافد لهذا النوع من السياح الأوروبيين. نعم. ولكن يعني الآن من المؤكد بأن الأردن سيتبع خطة جديدة من أجل أن يكون هناك تنشيط للسياحة. نعم، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية في عمان.